ويعد قتال العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن من وسائل المواصلات من أبرز المهام المدربة عليها قوات الصاعقة المصرية. ونرى الآن أمامنا مجموعة من العناصر الإرهابية وقد قامت باختطاف 3 أتوبيسات واحتجاز مجموعة من الرهائن. تقوم الآن قوة من وحدة مقاومة الإرهاب بإيقاف الرتم والسيطرة عليه. وبمجرد إيقاف الرتم تقوم قوة أخرى باقتحام الأتوبيسات من النوافذ والأبواب باستخدام مركبات الاقتحام الحديثة. وتقوم الكلاب الحربية من قوات حرس الحدود والمدربة على أعمال الاقتحام بمعاونة القوة المنفذة في السيطرة والقبض على العناصر الإرهابية. ويتم إدارة الحدث ميدانياً عن طريق مركز القيادة الميداني المتنقل والمزود بأحدث الأجهزة. يتم الآن إخلاء الرهائن إلى وسيلة مؤمنة مع إسعاف أحد الحالات المصابة. تمكنت القوة المنفذة من التعامل مع العناصر الإرهابية والسيطرة عليه. تحاول الآن مجموعة أخرى من العناصر الإرهابية التدخل والتعامل مع عناصر وحدة مقاومة الإرهاب. تم دفع طاقم من وحدة مقاومة الإرهاب للتعامل مع العناصر الإرهابية. وتم التعامل مع العناصر الإرهابية والسيطرة عليه. نجحت قوات الصاعقة في تصفية الحدث والقبض على العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن المحتجزين. يعتبر اقتحام المنشآت أحد المهام التي تكلف بها قوات الصاعقة. في مواجهة المنصة مجموعة من المباني بقرية سكنية، تمكنت مجموعة من العناصر الإرهابية من السيطرة عليها.